يبدأ فريق الزمالك في 3 عصرا اليوم مشواره في بطولة الكونفدرالية الإفريقية عندما يواجه فريق لايتا ديتشا الإثيوبي في ذهاب دور 32. يدخل الأبيض المباراة بهدف واحد هو تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على حسم التأهل للدور المقبل في بطولة المواجهة للإياب. كان الزمالك قد اختتم تدريباته أمس وفي مدينة أوساكا، واشتكى إيهاب جلال المدير الفني للفريق من سوء أرضيته، إلا أنه اطمأن على العناصر التي سيخوض بها هذه المواجهة، حيث من المنتظر أن يدفع بتشكيلة أساسية الذي يشارك مؤخرا في لقاءات الدوري.